ما الذي يحدث بالضبط؟ ذاك هو السؤال. أطباء، مهندسون وأساتذة يهاجرون إلى ما يسمى بالبلادات الأمنة، هجرة الأدمغة، لاعبون لكرة القدم، للتيكواندو، فنانون، مسرحيون، ولائحة لم تعد تحتمل وتتحمل، والكل يرغب في الهجرة هروبا من ماذا؟ لدينا بحرين بأزيد من 3000 كيلومتر، ونحتل الرتبة الأولى في إنتاج واستخراج واحتياط الفوسفات، والرتبة 10 في استخراج الذهب والفضة معا. ما الذي يقع؟ أو ما الذي يقع بالضبط؟ وما قصص هؤلاء الهاربين؟ نقدم في هذه الحلقة حكاية الهاربين بتوقيع مغربي خالص. الحكاية الأولى، اللاعب ياسين محيو، 19، شابا وقاربا مطاطيا. فجر ياسين محيو، 23 عاما، واللاعب للمنتخب الأولمبي قبل موسمين، بأن له عقدا مع فرقة نهضة بركان لكرة القدم وأجرا شهريا. فاقترح عليه شخص يدعى هشام تاء تسجيل قارب باسمه، ويضيف: كنا نخرج للتجول بالقارب، وفي اليوم الذي قررنا فيه الحريق اعترضنا الأمن ومنعنا لأن أحوال الطقس كانت سيئة، معترفا بدفع رشوة معينة. إذ قال: شرينا الطايد ب 11 مليون والوقود ب 4 ملايين. اللاعب الذي لعب على سبيل الإعارة لوداد أتمارة ومولودية وجدة والمتواجد حاليا بفرنسا، يقول لجريدة الصباح أنه خسر الكثير من الأموال وخسر سمعته، ويحاول إرجاع، يعني 19 شابا، أموالهم، ويعيش في قلب فضيحة ودوية. الحكاية الثانية، لعنة السرطان وشغف التيكواندو. نشرت فاطمة أبو درار المنحدرة من مدينة بولمين جنوب المغرب والمصابة بالسرطان صورتها ومقاطع فيديو على حسابها على الفيسبوك، وهي تهم بالحريق وسط المحيط الأطلسي في اتجاه الديار الإسبانية. وكتبت المريضة مقطعا مؤثرا: لطالما قلت ستستمر الحياة رغم كل شيء محبط، ستستمر ورغم الظروف القاسية، من سأغيرها بالمضي قدما بتحدي كبير رغم الانتكاسات والشداء، سأطارد ما تبقى من الأحلام المسروقة رغم الحاضر الموحش والمستقبل المجهول. نعم، سأبقى هنا واقفة أقاوم دون استسلام. انتهى كلام فاطمة أبو درار. لكن السؤال: من سرق الأحلام؟ وبسؤال ثاني: كيف سرقت الأحلام في هذا البلد؟
الحكاية الثالثة قصة استنزاف بلد وإفراغها من الكفاءات. هناك من أحرق قصائده، وهناك من أحرق لوحاته، وهناك من وجد من الفنانين سبيلا إلى فرنسا وبلجيكا وألمانيا وكندا ملاذا لأحلامهم. الخبر الصاعق أن عددا من المسرحيين المغاربة الذين هاجروا في السنتين الماضيتين يقدر بأربعين مسرحيا من الشباب، وهم من خريجي المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي. 14 منهم هاجروا في أسبوع واحد وفي دفعة واحدة في شهر يناير 2020. وبهذا يستمر استنزاف المغرب من أبنائه وإفراغه من الكفاءات والعطاءات في أكثر من مجال. في ذات الإيقاع تمكن أربعة من فرقة رقصة نحلة بقلعة مجونة بإقليم تنغير من الاختفاء بشكل مفاجئ وصادم بعد وصولهم إلى فرنسا لإحياء سهرة فنية. ليس وحدهم، 47 شابا منهم شاب ومجاز ابتلعتهم مياه المحيط الأطلسي في شواطئ أزنادة بالمحمدية صيف 2019، مخلفين غصة في القلب وفاجعة لدى ساكنة إقليم قلعة سراغنة، حيث الفقر والتهميش من يغذي المكان فقط. وهذا ينقلنا إلى إحصائيات صادمة، أن 60% من المغاربة فقراء، وأن 8 ملايين من المغاربة على عتبة الفقر المدقع، وقد أدلهم الفقر مسكنة، بينما 1,400,000 من الجياع حسب الإحصائيات البنك الدولي. وهنا تنتهي حكاية بلد، لتأتي حكايات الإخفاق والنجاح مع الهجرة الشرعية، ولا مع الهجرة السرية ولا شرعية، ومع حكايات البحر الذي ابتلع شبانا في ريع الشباب. نأتي على نهاية حلقتنا ونحن نشد على الأمل بالنواجد وما تبقى من الأحلام المسروقة، بتعبير فاطمة أبو درار، بحثا عن الملاذات الآمنة. تنتهي حلقتنا. كان معكم عبد الله الساورة، وأسعد الله أوقاتكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.